الدنيا ماشية ضدي، هادي مش فارقلي، بضحك مش هممني، برقص مش شغلني، خربت زي انا كاني تلجاي في طمر هني، سؤال بيدور في ذهني، حد يجاوبني كده، احنا ما بنرقصش ليه؟ كله يوم يرفع ايدي، انت ما بترقصش ليه؟ حد ضايقك ولا ايه؟ ارقص حتى الزعل ده في دهية كمان، شغل دمال انا بالروقان، ريحته خالص من الاحزان، قوت يرقص لو زعلان، لو جاية الدنيا بتزاولة عادي تناولها وتناولة ناولة بلاد، هقولك الاحلى قول زيلها حبة تضحكلك، احنا ما بنرقصش ليه؟ كله يرقص، انت ما بترقصش ليه؟ حد ضايقك ولا ايه؟ انت ما بترقصش ليه؟ ارقص ارقص ما بترقصش ليه؟ ارقص ارقص ما بترقصش ليه؟ ارقص، اصل الموضوع عادي وبسيط، الدنيا شبعت فينا تخبيط، فشد دماغ احدفها بعيد، هترد ليا بشكل جديد، لو جايه الدنيا بتزاولك تاني، عادي تناولها وتناولك تاني، لا هقولك الاحلى قول حبة تضحكلك، احنا ما بنرقصش ليه؟ كله يوم يرفع ايدي، انت ما بترقصش ليه؟ حد ضايقك ولا ايه؟ انت ما بترقصش ليه؟ ارقص Thank you.